في اتصال هاتفي مع مدرب اتحاد البوليدة سفيان نشمة المصاب بفيروس كورونا، أكد أنه في الوقت الراهن يتناول بروتوكول علاج كلوروكين هيدروسكي. كما أوضح نشمة المتواجد في الحجر الصحي بمستشفى القطار أن حمته وهي مغتربة حملت الفيروس من الخارج، غادرت المستشفى نهار اليوم بعد تمثلها للشفاء التام عقب إنهائها للعلاج ببروتوكول كلوروكين. حالة في تحسن، خاصة منذ قلت لك أن خدينا البروتوكول نتاع أزيتروماكس والكلوروكين. حاليا دول المصابين يحسوا بتحسن. كونسيرنايا صافي 3 جور، صادير اليوم دو 4 جور، تاتر تيستي بوندون اون سيمان. جو بونس كو ان شاء الله يكون تريز افيكاس. بون كاين بعض المصابين اللي يزو ريكوبيري بنسبة عالية، وكاين اللي راهم صدير اون ان تران دو كيما نقول لك دو تيستي. الانتيبيوتيك سي ان كومبريمي بار جور، اي لا كلوروكين سي 3 كومبريمي اسباس دو 8 اور. الوقت كاين دو تيست، لازم لي دو تيست يخرجوا نيجاتيف. اكطوالمون جو سوي اي اوني توس هنايا بوزيتيف، يعني قاستنا هي تقاست مسكينه ومن بعد نوزا كونتاميني. لا بون نوفيل سي كو اليوم لي سورتي خرجت عندها لي دو تيست نيجاتيف، دارت الاول والثاني، واليوم الصباح خرجت والحمد لله راهي معافيه كما يقولوا 100%. هذا واش معناتها؟